كامل تكونوا بيان. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة. اليوم حندير معاكم ان شاء الله اون غوسيت اقتصادية خفيفة توجد في وقفة وبرسك كامل الناس يحبوها، اللي هي وصفة الكرانطيطة او الكران. بسم الله نبداو بلي زانغغاديون. عندي هنايا 200 غرام تاع الحميصة مرحية اللي هي الكرانطيطة. انايا جيت لو باكي تاع 400 غرام وقسمته اون دو باسكو انا حندير اون توت بيتيت كونتيتي ان بيتي بلاطو. عندي هنايا حبيبه ولاد الدجاج، هنايا فنيجل تاع الزيت، الفنجان هذاك الصغير تاع لاتاي كيلت به الزيت. هنايا عندي فلفل كحل، نستعمل غير رشه باش الكرانطيطه تاعنا ما تجيناش صامطه. هنايا عندي الكركم، كيف كيف نستعمل رشه صغيره. انا نحب الكرانطيطه بالكركم، تعطيني ان تري بون غو، اون بليس تعطيها اون بيل كولور. هنايا عندنا الكمون، الكرانطيطه تتماشى بزاف مع الكمون. هنايا كميه تاع الملح سا ديبون سولون لو غو. وهنايا عندي شويه اون بيتيت كونتيتي تاع لا ليفور كيميك، خميره الحلوى. خميره الحلوى حتخلي لنا الكرانطيطه تاعنا بزاف خفيفه سوبل. وهنايا بالنسبه لي ليكيد، عندي هنايا 3 كيسان تاع الماء، والكاس الرابع هدايا تاع الحليب. في 200 غرام تاع لا بودغ تاع الحميصه كرانطيطه، انايا نستعمل ريتلا تاع السوائل، سما استعملت 3 كيسان تاع الماء والرابعه كملتها بالحليب. نبداو بلا بريباراسيون ديالنا. بسم الله نسبقو بالكرانطيطه اللي هي حميصه مرحيه، نزيدو عليها حبيبه ولاد الدجاج، نزيدو هذاك الفنيجل تاع الزيت هكذا، نزيدو عليها كالكو زيبيس، الملح الفلفل الكحل وخميره الحلوه. نزيدو رشه صغيره تاع فلفل الكحل كيما قلت لكم باش الكرانطيطه ما تجيش صامطه. هيدا شويه ما نكتروش بزاف. نزيدو رشه صغيره تاع الكركم راح تعطينا اون بيل كولور، ميم يعطينا ان تري بون غو. شويه هكذا ما نكتروش بزاف. نضيف عليها الحليب، نحركوا شويه هاد لي زانغغاديون باش هذيك حبيبه ولاد الدجاج تتحلل معانا. نخلطوا بيان، ونزيدوا الماء كيما قلت لكم. هنايا استعملت 3 كيسان تاع الماء في 200 غرام تاع الفرينه تاع الحميصه مرحيه، استعملت 3 كيسان تاع الماء، والكاس الرابع استعملته حليب كيما وريت لكم في المقادير. نحركوا بيان كامل لي زانغغاديون حتى هذيك الحميصه المرحيه تتحلل معنا بيان. انا خيرت لكم اليوم هذه الكرانطيطه بدون اضافات، ماشي حنستعمل فيها لي فرماج، ماشي حنستعمل فيها تانيك الزيتون كيما راهي تندردو كاتيك. حبيت نخيرها لكم بلوغو تاع زمان، الكرانطيطه بالبنه تاع بكري. فوالا سامبل اقتصاديه اي اون ميم طون بزاف بنينه. جبت هنايا ان بوتي بلاطو، ندهنو كامل بالزيت، نقيسو كامل لي كوان باش ما تلصقناش هكا، نقيسو كامل لي كوتي ديالو، ندهنوه بيان. نعاودو نحركو بيان هذيك الكرانطيطه، نحركوها بيان باسكو تكون حبطت شويه لو فون تاع لو سالاديي، ونفرغوها في لو بلاطو. بسم الله اون غوسيت سهله اون ميم طون بنينه، تنحي لنا حيره في عشاء ولا في فطور، تمتم توجد ما تشج بزاف الوقت، اي اون ميم طون محبوبه الجماهير. بعد ما فرغت الكرانطيطه ديالي في لو بلاطو، هنا عندي شويه زيت كميه صغيره، نجي نفرغ لها هكذايا من الفوق. هاد الزيت هدايا راه واش يعطينا هذيك لا كروت اللي تشوفوها فوق الكرانطيطه، وجاها حيطيب شباب غوج، وتجينا هذيك القشره الفوقانيه اللي تشهي هكذا. بعد ما وجدتها في لو بلاطو
جي بريشوفي بيان لو فور ا لافونس، سخنت الفرن ديالي بيان، نحطها طيب ونعسها من داك من داك، نشوفها من لو فور اسكو طابت اسكو مازال، بلا ما نفتح عليها في الديبي، جوست كي تبدا تشد روحها تماتيك نقدروا نفتحوا عليها، نقدروا نبيكيوها بان بيك ولا بان فورشات ولا نشوفوا اسكو طياب بدا يدخل لها، ونتلاقاو بعد ما توجد ان شاء الله. جيت نفاقد الكرانطيطه ديالنا صافا، لقيتها بدات تحكم روحها وبدا يدخلها طياب كما راكم تشوفوا. نخليها تكمل الطيب بغرضها ونتلاقاو بعد ما توجد ان شاء الله. هذه هي الكرانطيطه ديالنا بعد ما طابت، ديروا عليها رشه تاع الكمون، الكرانطيطه تتماشى بيان مع الكمون. شوفوا كيفاش طابت، لا كولور تاعها شابه ما شاء الله، محمره بيان، سورتو كي زدنا لها هذاك الكركم، قلت لكم تعطينا اون بيل كولور. نقسم معكم ان بتي مورسو، بسم الله، شوفوا كيفاش جات، ما جاتش فيها قشره من تحتها، جات خفيفه. فوالا شوفوا، هايله محبوبه الجماهير الكرانطيطه، سورتو مع شويه هريسه تشهي. كان يحب ياكلها هكذايا في لاسيات، وكان يحب يديرها ان ساندويتش في الخبز. هذه هي الكرانطيطه تاعنا تاع نهار اليوم. الى عجبتكم هاد لا فيديو ما تنساوش تابونيو في لاشين، ان جيم، ان بارطاج، واكتيفيو لا كلوش باش يوصلكم كامل جديد ديالي. نتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله، مع السلامه.